ما تشاهدونه ليست بصور ملتقطة في بلد آخر، لا، بل نحن بالعاصمة الجزائرية، فكميات الأمطار المتساقطة خلال أقل من ساعتين حولت شوارع وأحياء العاصمة إلى ما يشبه مناطق منكوبة. فالسيول الجارفة غمرت المباني والهيئات الرسمية وأخرجت العائلات للمبيت في العراء. ولحسن الحظ أن التوقيت تزامن مع خلود معظم الجزائريين للنوم، وإلا لحدثت الكارثة. 38 تدخل، من بينها 32 تدخل فيما يخص الفيضانات، وتمثل الفيضانات في تراكم المياه على مستوى الطرقات وكذا على مستوى بعض certaines caves de certains bâtiments ainsi que des locaux commerciaux. ولأن هواتف قاعة التحرير لم تتوقف عن الرنين لعائلات تحت الصدمة، انتقلنا إلى منزل عائلة مباركي المتواجد بالمدنية، والصورة بدون تعليق. ميزيريا من وحدة تسمع لبيتي بالزنقة، أنا وولادي ومنقشنا قاعرة، فلسنا قاعرة، حتى ما كانت لم يغزروش قاعبينا. من الحيوط يخرج، حشك متوالت يخرج، من روقارة اللي برا يدخل، خلاص ما لقيناش واش نديرو. سمعوني توبليجي باش نرفدو، المهم احنا الدراري هما الصح، عدنا لي بيبي رفدناهم خرجناهم، ومن بعد تيك القش الله غالب ما نقدروش، ما كاش كيفاش نخرج بيبي زيد ترفد القش، وحنا الخلعه الكبيره قاعد تاكلو كنا خايفين منها، هي الجروب تاع تريسيتي هادي مازال ما لحقتش تتاع الصح، هادي راهي صبت حكايتها تاع 5 دقائق 10 دقائق، ايماجيني تقعد تصب لك 3 شهور كومبلي. حالة طوارئ حقيقية عاشها سكان العاصمة خلال الساعات الأخيرة. قطرات من الماء فضحت ملفات ظلت إلى وقت قريب في خانة المسكوت عنها. بريكولاج، غش في المشاريع وإنجاز البنى التحتية، فماذا ينتظر العاصميين هذا الشتاء؟